إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذا إخواني اليوم سوف أشارك معكم رسميا التحديث الخاص بلعبة بابجي موبايل نسخة لايت سبيد، والذي يحمل إصدار 0.8.6. هذا التحديث إخواني والإصدار الذي شرحته سابقا هو إضافة سيارات، سلاح، ماب جديد، ماب سان هوك، يعني صراحة تحديث رهيب جدا إخواني. المهم سوف أشارك معكم تفاصيل دقيقة زائد جيم بلاي مبسط لمن أراد مشاهدة ذاك الجيم بلاي فلكم ذلك. إذا إخواني هذا هو السلاح المضاف كيو بي زي، ثم أيضا بالنسبة لي كما تشاهدون هذا هو الاسم كيو بي زي، هذا هو السلاح الجديد الذي تم إضافته في نسخة اللايت سبيد، وهاته أيضا التفاحة كما أظن. سؤالي هل هي لا لست متأكدة أنها قنبلة لأنها لا تنفجر إخواني، رغم أني يعني شاهدت في الأول كنت أعتقد بأنها قنبلة، ولكن لما قمت بتجربة إخواني ليست قنبلة على الإطلاق. أيضا بالنسبة للسيارات إخواني سوف تشاهدون السيارات المضافة في هذا التحديث أيضا، وهذا التحديث أكيد وبشكل رسمي سوف يكون أيضا على النسخة الإنجليزية، ولكن قد يتأخر بعض الشيء. إذا هذه هي السيارات المضافة إخواني كما تشاهدون، هذه هي السيارة الأولى وهذه السيارة الثانية، وبها عدة ألوان على ما أظن 4 ألوان إخواني، لكن حاليا أنا قمت بأخذ الصور الخاصة بهذا اللون واللون الأزرق. أي كما تشاهدون هذا هو اللون الثاني الخاص بالسيارة المضافة كما تشاهدون، لكن إخواني مشكل لست أدري هل يعني لم أراجع كل الإعدادات، ولكن بالنسبة لمنظور الشخص الأول داخل السيارة لم أستطع تفعيله على الإطلاق حاليا، لكن لا بأس سوف أحاول في المرة الثانية، لأنه هذا سوف يكون الشرح الأولي وأول جيم بلاي في هذا التحديث. لكن على العموم سوف أراجع كل الإعدادات، وإن يعني وجدت الحل فأكيد أني سوف أشارك معكم فيديو آخر فقط عن تلك الكيفية. إذا هذه هي الألوان أيضا التي أخبرتكم مضافة في هذه النسخة، صراحة سيارات جميلة جدا كما تشاهدون إخواني، يعني أردت أخذ كل المعلومات التي يمكن أن تفيدكم. أيضا إخواني سوف أريكم الماب الذي تم إضافته، هذا هو الماب الذي تم إضافته، لا يهمنا لا هذان النسختان الأولتان، لكن يهمنا فقط ماب سان هوك، سوف نقوم بتفعيله، وهذا من أجل أن نجري جيم بلاي بسيط عن هذه اللعبة. وأيضا سوف أريكم شيء جميل جدا إخواني، هذه الإضافات أيضا لم أقم بمراجعتها كليا إخواني لأنه يتطلب بعض الوقت، وأنا لدي شغل يعني اليوم فاعذروني. أوكي الحين دخلنا، شاهدوا إخواني حتى أنه اليوم أتانا يوم ضبابي. سوف نلعب أيضا إخواني بمود فيرست بيرسون، سوف نلعب أيضا ب منظور الشخص الأول يعني حتى نشاهد ما هي الإضافات الجديدة. أيضا إخواني سوف أريكم شيء أعلم أنه العديد سوف يتساءل عنه، وهو مكان تواجد الكهف بهذه النسخة وبهذا الماب. سوف أريكم تماما أين يوجد هذا الكهف الذي هو يعني نسبة جمال هذا الماب هو ذاك الكهف، ومن لم ينزل ولم يذهب إلى ذاك الكهف الموجود ف يعني لا مذاق لهذه اللعبة. هذا هو خاصية تفعيل مود فيرست بيرسون. إذا إخواني أوكي سوف تأخذنا الطائرة من هنا، لم تأخذنا على الكهف، ولكن سوف أعطيكم أين هو موجود بالتحديد، سوف أعطيكم النقطة التي سوف نذهب إليها من أجل أن نقوم بالذهاب إلى هذا الكهف. هذه هي النقطة بالتحديد إخواني الموجود فيها الكهف، سوف نقوم بالذهاب إليه وسوف تشاهدون كل التفاصيل في هذا الجيم بلاي. المهم إخواني لن أطيل عليكم في هذا الشرح في هذا الفيديو، أخي إن فادك الشرح وفادك الفيديو لا تبخل عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ومن استفاد أتمنى من صميم القلب أن يشارك هذا الفيديو. أما الآن
فدمتم في رعاية الله وحفظه، وفرجة ممتعة مع بقية هذا الجيم، واستمتعوا إخواني. صراحة ماب جميل جدا وأفضل بكثير من نسخة تيمي ستوديو، وشاهدوا متعة الكهف الموجود أيضا، لأن هذا ما أثار إعجابي بشكل كبير جدا في هذا الماب. ففرجة ممتعة وإلى اللقاء.